مستمعين الكرام، اكيد مستمرين وياكم ومكملين حلقتنا لهذا اليوم، ومثل ما عودناكم بكل يوم سبت فقره كل مشكله ولها حل. هذه الفقره اكيد هي لا اني ولا حسناء اللي راح نحل هذه المشكله، نطرح المشكله ونطرح الموضوع، لكن الحلول والتفاصيل لهذه المشكله اكيد راح تكون مع الدكتور كريم الترابي، اللي هو دائما يرصدنا ودائما يوجهنا ودائما ينطي التفاصيل الحلول. كل مشكله والحلول الخاصه بها. اتطرقنا بالحلقه السابقه لموضوع وقال الدكتور كريم الترابي انه لازم نتناقش به، اللي هو تربيه الاولاد. هذه نقطه جدا اساسيه، لانه الاهل هم اساس البناء لكل شخص بينا اليوم. يعني احنا اليوم تربيه الاولاد وصعوبه التربيه، شلون نقدر انه الام والاب يكيفون نفسهم بتربيه اولادهم، وكيف يوجهوهم، كيف ياسسون عائله صحيحه، وشلون ممكن انه تكون هذه الاسره احنا الداعمين لها وهم داعمين لنا. كل هذه التفاصيل، كل هذه التساؤلات اكيد راح تكون مع الدكتور كريم الترابي. فعلا يا مصطفى، يعني اني شخصيا كنت منتظره بانه نوصل لهذا المحور او بهذا اليوم نتحدث عن تربيه الاولاد وتحديات الحياه في عصر الانفتاح. فعلا هذا الموضوع كله صعب، واليوم هوايه من الاباء يعانون مع الابناء، ممكن الطرق المغلوطه اللي هم يمشون عليها بتربيه ابنائهم، او ممكن يعانون من موضوع ضغوطات صعوبات، شلون اليوم اني اربي ابني، خاصه انه اكو فرق جيل. اني اليوم تربيت ببيئه مختلفة من جيل مختلف، اليوم اني ابني هو ايضا ببيئة مختلفة، خاصة احنا اليوم بعصر الانفتاح، اليوم الجيل مختلف تماما عن الجيل السابق، وكل جيل يختلف عن الجيل اللي سبقه. هذا الموضوع بحد ذاته يخلق شيء من الارباك والتحديات والضغوطات والصعوبات، خاصة اليوم بعض الاهالي يلي او اغلبهم بصراحة اليوم يمشون على نمط تربية ابنائهم، وشون ما هم تربوا او شون ما كانوا يربوهم اولياء امورهم. فكل هذه التفاصيل، واي شخص اليوم يعاني من هذا الموضوع، فيا ريت تتابعونا على مدار هذا المحور مع دكتور كريم الترابي، اللي راح نطرح على جنابه بعض الاسئله، وهو بدور اليوم راح يجاوبنا على كل الاستفسارات والحلول الممكنه لهذا الموضوع. صباح الخير دكتور. صباح الورد والياسمين ويوم رمضاني كريم مبارك يا رب على كل من يشاهد قناة الرشيد الفضائية في كل مكان. يا رب على الصحة والسلامة طبعا للجميع. دكتور، يمكن العائلة اليوم هي أول عامل اجتماعي يواجه الطفل. العائلة اليوم هي اللي متكونة من الأب والأم، هم أول أساس لتربية وتنشئة الطفل، لكن يمكن أكو أساليب اليوم تساعد على أنه تنشئة الطفل بالشكل الصحيح، وأكو أساليب ممكن تساعد على تنشئة الطفل بالشكل الغير صحيح، وبعدها أكيد أكو يمكن التنشئة الاجتماعية، المدرسة، الروضة، المدرسة، الكلية والمؤسسات الإعلامية إلى آخره، كلها تساعد بتنشئة الشاب إلى أن يكون يصل لمرحلة من النضوج. طيب شنو اليوم إحنا نقدر نوصل لعوائلنا كيفية تربية وتنشئة الأولاد بالشكل الصحيح؟ طبعا يعني هذا المفهوم واسع جدا، بس قبل لا ادخل في صلب الموضوع، نعم، انا احب اوجه لكم سؤال اللي طبعا اكيد اجابتنا او اجابتكم زين اللي متعارف عليه يعني في مجتمعاتنا العربيه او نعم. يعني العراق بصوره خاصه. تمام. يعني لما يجي واحد يقول لك يعني واحد ليش يريد يتزوج؟ ما الهدف من الزواج؟ يكون حتى اسره. حتى يكون اسره اكيد. يكون عائله بالضبط. ليش يكون عائله؟ سنة الحياة بالتأكيد راح تكون هذه إجابته. سنة الحياة هذه إجابة، طبعا الأجوبة كثيرة. صح. اكو أجوبة مثلا يقول لك أنا تيجي يصير عندي أولاد عزوتي يشيلون اسمي. صح، يشيلون اسمي أكيد. بالضبط. اكو ناس تقول لا يصير عندي أولاد لأنه أريدهم يساعدوني، اكو ناس تصير عندي أولاد يقول لك حتى يحمل اسمي. صح. اكو ناس تريد تصير عندها أولاد يقول لك حتى أباهي بيهم. المسببات كثيرة، المسببات كثيرة، ولكن قد المشاهد الكريم راح يسمع جواب قد يسمعه أول مرة، ولذلك أنا أدعو المشاهد الكريم بأنه هذا الجواب اللي راح يسمعه من عندي خلي يدقق به بصورة جيدة، يعني قبل أن ينطي حكم خلي يدقق به بصورة جيدة. أولا حتى ننطلق في هذا البحث في هذا الصباح إن شاء الله المبارك، أولا الأطفال والأولاد هم ليسوا ملكك.
صح. ولا هم استثمار، ولا هم استثمار، ولا هم أداة لتحقيق أمور أخرى. نعم. كل هذه، كل هذه يعني سواء كانوا عزوتك تحتاجهم، هذا يجي تحصيل حاصل. كيف يجي تحصيل حاصل؟ أولا بأنه إحنا لما نجي نقول الأولاد ليسوا ملكك ولا منك، الأولاد أتوا من خلالك. طيب يا دكتور، ما هو يعني كيف تستند إلى هذا الكلام؟ بكل بساطة، الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ آية واضحة. صح. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ يعني أنت لما تجي تزوج، أي نعم أنت يعني عندك طموح بأن يصير عندك عائلة ويصير عندك أسرة، ولكن كن على ثقة بأنه أنت الوسيلة اللي ذول الأطفال إجوا من خلاله. يعني هاي نقطة مفصلية يجب يعني راح ينبني عليها كل حديث هذا الصباح. صح. أنت مجرد وسيلة أو أداة إجوا من خلالك إلى هذا العالم، مثل ما أنت أجيت إلى هذا العالم حتى العالم يستمر. وهنا راح يكون عندنا مفهوم الزواج ومفهوم شنو الإنسان لما تصير عنده أولاد، يكون المفهوم أوسع أشمل. طيب. لما أنا أجي أفكر بالإنسانية، لما أني أجي أفكر كيف يستمر هذا الكون اللي هو واجبي، واجب حسناء، واجب مصطفى، واجب المستمعين الكرام، مشاهدين الكرام، كل إحنا واجبنا بأنه إحنا لازم نأدي رسالتنا حتى هذا الكون يستمر بشكل صحيح. طيب دكتور، أي أول مفهوم، أول مفهوم بس خلي أكمل. أي نعم تفضل. أول مفهوم اللي يجب أن نركز عليه بأنه الأولاد ليسوا ملكنا ولا رايحين احنا عندنا يعني امر استثماري نقدر نستثمر به اطلاقا. لا، الاولاد مسؤوليتنا، الاولاد نتعامل معاهم على الجانب الانساني. حلو. وليس كمدير، اني في البيت مدير انطي اوامر. انطي اوامر وراح نجي وياكم، راح نجي وياكم شنو معنى تنطي اوامر بالبيت، وشنو ممكن يصير لما تنطي اوامر بالبيت، وكيف راح تتطور الحاله. لو راح تتطور الحالة اللي تكلمت عليها هذا الصباح، بأنه أغلب الناس ما تصدق، ما عاد ثقة بأنه أكو كورونا والوباء موجود، ويعني they don't care، يعني they don't care، يعني ما عندهم أي اهتمام بأنه يلبسوا كمامة أو لا. هذا اللي راح يصير، راح تزعزع الثقة عند الناس، لأنه البناء من البداية بحاجة إلى إعادة ثقة. عندي شيء حسناء لو أي دكتور عن مفهوم أنت ذكرت اليوم، مفهوم اللي موضوع اللي دا نتحدث به. طيب اليوم هواية من العوائل في حين مدى شاهدنا راح تركز على نقطة اللي راح نسمعها أكيد من خلالك، شلون ممكن أربي أولادي أو الأساليب الصحيحة اللي أنا من خلالها أقدر أربي أولادي تربية صحيحة، خاصة اليوم إحنا بعصر انفتاح وهذا الجيل يختلف عن الجيل السابق. أوكي، ننطلق طبعا في أكو قول للإمام علي عليه السلام يقول: لا تربوا أولادكم يعني أو لا تؤدبوا أولادكم لآدابكم، فإنهم قد خلقوا لزمان غير زمان. صح. أو غير زمان. يعني ما مفهوم هذا القول بأنه أكو أمور وأكو أسس اليوم اختلفت عما تربينا إحنا، تربى على جيلي مثلا على سبيل المثال. صح. يعني اليوم الطفل بحكم يعني الانفورميشن تكنولوجي ومواقع التواصل الاجتماعي والانفتاح، اليوم الطفل غير عن ذاك الطفل اللي كان ينتظر يشوف أفلام كارتون. صح. كانت تيجي 6:15 بالليل. يعني كنا أطفال كنا ننتظرها أفلام كارتون، تخلص الربع ساعة أفلام كارتون ذات سنتين، كل واحد يروح يكمل دراسته. اليوم الوضع اختلف جملة وتفصيلا. على هذا الأساس أول تحدي بأنه إحنا يجب أن نعامل ذول الأولاد ليسوا كعبيد أو ليسوا كصناع أو ليسوا كعمال. المبدأ هو أن نتعامل أولادك كأنما أنت صديقهم، أو كأنما أنت تحاكيهم، تحاكي عقلهم، تستمع لهم. نقطة ثانية، الاستماع. اليوم أنت ابنك لما يجي مثلا على سبيل المثال عنده مشكلة، بدل ما تيجي تزجره وتصيح عليه حتى تيجي ترد بين قوسين، ما تجيب لك نتيجة على المستقبل البعيد. أي ممكن أن يستجيب لك هو على المستوى القريب، ممكن يخاف الطفل، بس لما يكبر مع هذا الخوف ومع هذه الأوامر
فالامور راح تجيك عكسيه جمله ونصين. صح. هاي النقطه الاخرى، يجب بناء اواصر الثقه. يجب ان تكون يعني عندك ثقه بينك وبين ابنك، تنطيه مساحه من الثقه مع المراقبه. لاعب فالمدرب يوقف يعني على الجانب ويشوف اداء فريقه، منطيهم الثقه داخل الملعب يلعبون، ولكن ضمن توجيهاته. ضمن توجيهاته. فالمساله اللي اريد اقولها او الامر اللي اريد اقوله بانه انت اليوم ابنك اي نعم تنطيه ثقه، اي نعم وتخليه يشتغل، ولكن تحت مراقبتك، تحت مراقبتك. النقطه اللي اريد اقولها او الامر قبل لا اروح للنقطه الثالثه. اي نعم. الامر اللي اريد اقوله بانه هذا الطفل انت يعني يجب ان تبتعد عن الاوامر والنواهي. يعني ما تجي الزجره، ما تجي تلح عليه، ما تجي تقول له اليوم اني اريد كذا. اللي تريد مو انت، اللي تريد مو انت. لما بانه انت تريد لابنك ما تشتغل، ما تصير. ابنك يريد يثبت وجوده. طبعا. عنده شخصيه يريد يثبتها. ما راح نتطرق الى نظريات علم النفس، لانه راح ياخذ مجال عندنا كلش كبير يعني، واللي راح عليه علم النفس دياجي وقسم المرحله الحسيه الحركيه، وقسم ايضا مرحله التفكير الصوري ومرحله العمليات الماديه ومرحله العمليات المجرده، يعني طبعا حسب الاعمال. ما راح نتطرق الى هاي، ولا نتطرق الى مرحله الطفوله المبكره ومرحله الطفوله المتوسطه ومرحله الطفوله المتاخره ومرحله المراهقه المبكره ومرحله المراهقه المتاخره ومرحله الشباب، لانه هذه الامور راح تاخذ من عندنا وقت. نعم. يعني احنا وعدنا محدد لازم نوصل باكبر عدد ممكن من المعلومات مشاهدينا الكرام. نعم. طيب، فالنقطه الثالثه بانه او النقطه الثانيه الاستماع، تستمع لهم. النقطة الثالثة بأنه قلنا العفو، الاستماع، بناء أواصر الثقة. النقطة الثالثة بأنه يجب أن تنطي وقت لهم، أن تجي لما تجي تقول له ادرس ابنك وأنت قاعد مثلا تشوف تلفزيون وهو جاي يدرس، أنا أتصور لو أنت تنطيه مثلا من وقتك يعني أثناء دراسته، ولو يعني خلينا نسمي احنا بلهجتنا العراقية خده عيني، تأخذ لك الكتاب وتروح تقعد يمه حتى تحاكيه، حتى يعرف بانه هذا الابن اليوم ابوه مهتم به. يعني لازم انت تكون يعني المثل الاعلى لابنك، المثل الاعلى، يعني تخلي الابن. طبعا اكون نقطه يعني بقرا ما اكمل هاي النقاط، نقطه مفصليه جدا مهمه حتى ما انساها. اخلي ابنك يعني يشوف ابوه بانه مهتم، يجي يقعد يمه يحاكيه، يشوفه يقرا يمه. ليش تقرا يمه انت؟ انت حتى لو مثلا ما عندك مجال تقرا، ما تفز ربع ساعه 10 دقائق حط لك اي كتاب حتى لو قران، اقعد اقرا يمه الطفل. ليش؟ حتى يشوف الاهتمام. صحيح. حتى يقول لا، اذا كان ابويا بهذه الصوره لا يعني فتحت، خلي اراجع حساباتي. الاطفال عندهم عقول واذكياء جدا. طبعا. انت من يقول بانهم يعني ما هي القاعده اللي تقول بانه الاب يجب ان يكون اذكى من الطفل؟ ماكو شيء ترى. يعني انت لو ترجع انت بالسنين الى الوراء، قد يكون اليوم اطفالنا بانه اكثرنا باعا من ما كنا احنا في السابق، بحكم التكنولوجيا، بحكم العالم الفتح، بحكم المواد الدراسيه تطورت. فمن يكون يعني من يقول بانه انت يعني اذكى من اطفالك؟ فالاطفال اذكياء جدا. صح. النقطه الثالثه بانه طبيعه العلاقات داخل البيت، اذا كانت العلاقات متشنجه بين الزوج والزوجه، اذا راح يدفع ثمنها الطفل. وهي دائما اكرر واقولها. بانه اللي يدفع الثمن لهذه التشنجات ولهذه النزاعات الاطفال. صح. لانه انت كبير يعني انت تتعارك من النار، خلينا نقول وتنتهي من النار وتروح كل شيء ينتهي، ولكن اللي يخزن الطفل يراقب، يشوف الطفل يشوف. طبعا. يراقب. خلي عندكم شيء حسناء لو اقدر استفسر. تفضل دكتور. تفضل. اوكي طيب. النقطة المهمة بأنه اللي أريد أوصلها يعني أنا أقدر أسميها مفتاح التربية. مفتاح التربية يعني شنو؟ يعني اليوم أنا ابني بدل ما أنطيه الأوامر والتوجيهات، أخليه هو في عقله بأنه يعرف الصح من الغلط. طبعا. راح تقول لي شلون؟ أنطيني مثال. راح أعطيك مثال. على سبيل المثال، لما أجي أشرح لابني بأنه هذه الشجرة أيضا تعتمد علينا. شلون تعتمد هاي الأشجار والطبيعة؟ تعتمد علينا. بدل ما نروح نقتل الاشجار ونقطف الاوراد ونرميها
يعني ما نهتم بالطبيعة، لا أنا أجي أشرح لابني أقول له بابا تعال الشجرة هاي الأكسجين اللي إحنا نطرحه الشجرة تأخذ العفو ثاني أكسيد الكربون بالضبط تأخذ الشجرة الشجرة تعتمد عليه مش تنطينا الشجرة تنطينا الأكسجين. إذن يا بابا أنت في تصورك هذه الشجرة يجب أن نعتني بيها لو نقطعها أخلي الطفل أوتوماتيكي أن يبدي يشتغل يشغل عقله أخلي هو يكون أنطيه الفرصة أنطيه ثقة بأنه هو يتحكم بالأمور يعرف الصح من الغلط مو أنت تيجي تقول له الصح من الغلط يعني على سبيل مثال آخر يعني مثلا الطفل تيجي تقول له انت عندك مبلغ من المال وحاطه بجيبك تقبل يجي طفل اخر يمد ايده ياخذ المبلغ من المال من عندك طبعا الطفل راح يقول لك لا يقول له اذا يا بابا هذه القاعده راح تستمر وياك الى ان تصير كبير شلون تقيسها لما تكون انت لما تكبر وتصير عندك فلوس او حتى انت تكون محتاج فلوس شو تسوي تروح تسرق من الاخرين فالطفل يبدي تشتغل عنده يبدي يشغل يبدي يتحمل مسؤوليته باتخاذ القرار صح وليس المسؤوليه بانه انا اجي اقرر لابني شلون ابني ينام وشلون ابني ياكل وشلون ابني يشرب وشلون ابني يلبس وشلون ابني يزين شعره وشلون ابني صادق وشلون ابني ازوجه الزوجه تعال فتلاحظ هذا الموضوع مهم جدا موضوع مهم خلينا نجي نتطرق له انت شلون تجي تزوج ابنك على مبادئك انت شلون يعني هاي شلون يعني وصلنا اياها خلنا كيف تجي تجبر بنتك على زواج من شخص معين او من يعني هاي الان الامر حقيقه اوقف عنده بدون اخذ برايها صح كيف ترضى نفسك بانه تجبر اختك او بنتك او ما الى ذلك على زواج كيف تجي تجبرها يجوز هي تحب لها واحد على سبيل المثال بكل صراحه العلم ما بيعي يجوز على واحد بحياتها فكيف تجي انت تجبرها يعني اليوم فعلا. انا اتعجب وطبعا كل اللي راح يعني هاي المشاكل اللي جاي نعاني من عندها بسبب حقيقه ثقافه يعني انا اقدر اسميها يعني لا تعمل بشكل صحيح من نقصان الثقه يبدي بانه انا لما اجي اختار لابني ولما اجي اسوي له طيب انت شو وقت تتحمل مسؤوليته؟ صح وبعدين بنت تجي البنيه تتزوج الابن تقول والله لقيت الابن ما عنده شخصيه، ما طبعا ما عنده شخصيه، كيف يقرر حياته؟ طبعا ما عنده شخصيه، اذا كان الاب والام يتحكمون به من صغره الى ان يصير عمره 25 سنه، ايش يعني ايش تبدي منه؟ ايش يسوي هذا؟ بس العفو دكتور يعني هذا الموضوع راح يودينا لنقطه مهمه، هنا في حين ما يفرض على بنته او ابنه يزوجهم، هنا ممكن اكيد ما راح يكون اكو تفاهم بل اكيد ما راح يكون اكو تفاهم فالسؤال اللي اريد اساله جنابك التوافق الفكري بين الزوجين ايش قد ممكن ياثر على الابناء وتربيتهم يعني انا اللي اريد اقوله كل ما كانت قوه العلاقه بين الزوجين قوه يعني علاقه قويه ويعني اكو تفاهم حقيقي بين الزوجين راح تنعكس سلبا على اليمن على الاولاد خلينا نعطيك مثال زين احنا دائما نشتغل بالامثله العمليه عملية يعني توصل للمشاهد الكريم بشكل جيد فعلا. يعني اليوم انا مثلا لما اجي استخدم العنف ضد زوجتي سواء كان العنف الجسدي او اللفظي صح او العنف لانه انا لما اجي اليوم على سبيل المثال اجي اسبها لزوجتي او اغلط عليها قدام اولادي زين طيب هذا الابن يوم من الايام لما يجي يتزوج ايش راح يسوي زوجتي ما كان عنده المثل الأعلى اللي قدامه اللي أبوه اللي جاي يربي واللي ينطي الأوامر هاي نقطة مهمة جدا وليش أقول لك هي يمكن حلقة صح يوم من الأيام بأنه هذا الأب اللي جاي ينطي الأوامر والنواهي داخل البيت ويتصرف هذا السلوك مو هذا راح تصير عنده ازدواجية بالشخصية تناشز معرفي يعني يشتغل بشخصيته شخصية من أبوه يريد بأنه يكون مثالي طيب ومن الجانب الآخر علاقة أبوه داخل البيت علاقة سيئة جدا مع أمه مثلا او حتى مع اقرانه يعني من اقرانه اللي يقول مع اخوته على سبيل المثال فكيف انشا هذا الطفل؟ صح فالعلاقه الزوجيه لها تاثير مباشر جدا على الاولاد او على الاطفال كل ما كانت العلاقه قويه كل ما كان الطفل اكثر بناء وخصوصا البناء العاطفي البناء العاطفي اللي هو يعني تقريبا الى حد 7 سنين اختصر لكم يعني مرحله الطفوله المبكره الى مرحله الطفوله المتوسطه مرحله الطفوله المبكره حتى
المشاهد الكريم ابش دا اقول المبكره، مرحله الطفوله المبكره من 3 الى 6 سنين، ومرحله الطفوله المتوسطه من 6 سنين الى 9 سنين. اها، فهاي المرحلتين مهمه جدا. صح. في البناء العاطفي عند الاطفال مهمه جدا. طبعا راح تجينا مرحله الطفوله المتاخره اللي هي من 9 سنين الى 12 سنه، تجينا مرحله المراهقه من 12 سنه الى 15 سنه، مرحله المراهقه المبكره، تجينا مرحله المراهقه المتاخره من 15 سنه الى 18 سنه، تجينا بعدين مرحله الشباب من 18 سنه الى 24 سنه، وبعدين يعني الانسان يعني يعرف يعني يكبر ويقدر يعني يصبح رجل. فاللي اريد اقوله كل مرحله من هذه المراحل احنا ما ندعو المشاهد الكريم بانه يجي تعال يقرا علم نفس اطلاقا، لانه يعني كل واحد واختصاصه ودراسته ومجاله وعمله. اللي اريد اقوله بانه اكو نقاط مهمه جدا في تربيه اولاد خلي نسمعها ونقتدي بيها. حتى ليش؟ حتى نقدر نفر العجله اللي تحقق يعني طموحاتنا وتحقق اللي اللي نريده من خلال التربيه الصحيحه للاولاد. عندك شيء مصطفى؟ لا تفضل دكتور، كمل. طيب، مثل ما قالت حسناء بانه علاقه الابوين هي ايضا علاقه مهمه. اكو نقطه اخرى اللي احب اتطرق لها بانه ايضا اليوم المدرسه، يعني ما هو دور المعلم اليوم في تربيه الابناء؟ صح. على اعتبار بانه يعني على سبيل المثال احنا عندنا في سويسرا، كنا نقول انت في السابق يعني الدوام المدرسي مو مثل عندنا بالعراق، يعني 3 ساعات ويرجع للبيت. لا، الدوام المدرسي عند يعني الاطفال وحتى الكبار يعني دوام كامل، يعني صح. من 8 إلى 12، وبعدين عندهم فتره استراحه الظهر من 12 للوحده ونص او للثنتين، وبعدين تبدي من الوحده ونص الى الخمسه، يعني تقريبا دوام كامل تقريبا اغلب يومه. طبعا طالب يعني الطالب كانما عنده عمل، يعني حتى يتعود يعني بعدين من يكمل بانه هو متعود على هذه الحياه، يعني يوم عملي كامل ولكن ضمن مجال الدراسه. فاللي اريد اقوله بانه علاقه المعلم يجب ان تكون علاقه حقيقيه يعتمد على الاسس اللي قلتها قبل شويه، بانه اي نعم انت معلم، اي نعم انت معلم، واي نعم انت تقضي وقت يعني لا باس به مع الطلاب، يجب ان تؤدي دور المعلم. ولكن كيف تؤدي دور المعلم؟ يعني انا حتى عندي بها هاي محاضرات يعني فيما يخص التنميه البشريه، وايضا محاضرات للاخوه الاساتذه والمعلمين كيف يتعاطون مع التلاميذ، مع الطلاب وما الى ذلك. تتعاطى وياه مو تعطي اوردر. احنا دائما اقول بانه هذا الامر والنواهي ما تخدمنا يا ناس. ما تخدمنا. صح. كل ما كانت علاقتنا مع الطلاب علاقه بانه افتهم الاخر، افتهم ظروف الاخر. تفاهم. أقدر الآخر. طالب هذا بدل ما أجي أحكم عليه أقول له ليش أنت ما سويت الواجب، وأجي أنبه وعاقبة قدام التلاميذ اللي تخلي هذا الطالب يكره المدرسة، أجي أنا أشوف الطالب ما هي الظروف اللي منعته بأنه يؤدي عن واجبه. أبعد ويا الطالب، استمع له، أشوف احتياجاته، أعرف الأسباب الحقيقية التي تكمن. يعني حتى أكون مختصين نفسيين عندنا في المدارس، إذا الطالب مثلا كان أداء الدراسي لا يتوافق مع المطلوب، يعني يقوم هذا الفريق النفسي المتخصص بالعلوم بانه يجي يشوف الطالب، يدرس على يشوف يعني ما هي احتياجات الطالب، ما هي الاسباب اللي دفعت الطالب بانه يقل مستوى الدراسه. فعلى هذا الاساس بانه انت قبل لا تحكم على الطالب، ابعد مع الطالب، سولف مع الطالب، افتهم الطالب شنو شي يريد. والعكس صحيح، لما تكون التربيه خاطئه، الطالب راح ينعكس سلوكه على من؟ على المعلم. يعني ما يحترم المعلم، ما يحترم الصف، ملابسه لا 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 يكترث فيها، يفكر بانه كيف يلبس، شلون يمشط شعره بطريقه يعني قد تكون غريبه نوعا ما حسب نظامنا الموجود بالعراق، وليس حسب النظام الموجود في اوروبا. نعم. حتى في اوروبا يعني هناك اساسيه، بس هنا الحريه اكثر فيها، ولكن احنا نتكلم على واقعنا العراقي وواقعنا العربي. فعلى هذا الاساس بانه المنفعه متبادله تنطلق ما بين الاسره وايضا الـ 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 يعني الهيئه التعليميه لها دور كبير في تربيه الاولاد، اضافه الى المجتمع والعلاقات اللي تربطنا. وتصور موضوع العلاقات ان شاء الله في حلقات قادمه، يعني لازم نتطرق لموضوع علاقاتنا مع 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 اقراننا، علاقاتنا داخل البيت، ما هي طبيعه هذه العلاقات اللي تبني عليها. يعني حتى مثلا يقول لك
يقول لك قل لي من تصاحب اقول لك من انت. من انت؟ وعلى هذا الاساس موضوع العلاقات موضوع مهم جدا. فعلا. اذا عندنا المدرسه، عندنا 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 البيت، عندنا المدرسه، عندنا الواقع الاجتماعي، فكلها دور في بالورد بالورد فكر التعبير. هذا الطفل او هذا الصديق. طيب دكتور اكو نقطه همينه يعني اذا نحب نتطرق لها ونوضحها ايضا للناس. نعم. اليوم التربيه المتساهله ويا الطفل ايش قد بيها اثار سلبيه على تربيه الاطفال؟ حقيقه سؤال جميل، وتجيني ما تعرفون ايش قد تجيني تليفونات من امهات ومن اباء يتصلون بي دكتور تعال شو نسوي، شلون اقدر اتعامل مع هذا الطفل. يعني اكو مثل ما تفضلت انت مصطفى، يعني اكو تساهل من قبل الاباء تجاه ابنائهم. نعم. والعكس صحيح، اكو جبر صح من 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 هؤلاء الاباء تجاه ابنائهم. يعني اكو تربيه، اكو تربيه متسلطه واكو تربيه متساهله. احنا خير الامور اوسطها، يعني بالضبط. حتى عندنا مثل بالعراق نقول اكثر واجب، يعني لو تخلط الامر بالضبط اكثر واجب. فاللي اريد اقوله بانه يعني التساهل ايضا الى سلبياته. يعني انا اليوم لما يجي الطفل اجي اتساهل وياه، بابا اريد العب الايفون، اي اوكي بابا بروح العب الايفون، بابا اريد الايفون، لا عادي اشتري لك ايفون، بابا اريد كذا اريد كذا. هذا الطفل لما تيجي تحقق له كل اللي يريده هذا راح يفقد معنى الحياه. صح. يعني شنو معنى الحياه؟ يعني هذا الطفل يوم من الايام لما يلقي كل شيء جاهز، كل رغباته متحققه، هذا الطفل راح يتحمل صدمات الحياه مستقبلا. صح. صدمات الحياة كبيرة جدا وما حد يعرف شنو صدمات الحياة. صح. يعني ممكن انه اذا ينحرم بعدين بفترة زمنية من عمره راح تكون صدمة جدا كبيرة بحياته. صح. تكون التبعات، تكون التبعات قاسية جدا. صح. وايضا حتى يعني تقود الى انحرافات والى سرقة والاحتيال ولا ليش؟ فعلا. لانه هو تعلم على فد آلية معينة. تعود على كل شيء متاح له. كل شيء متاح. فلما يجي وقت الاوقات انه هذا الطفل يقول لا يعني اني يعني ما عندي يعني شيء اسوي، شلون اقدر اعود لحياتي السابقه، فيبدي يفكر غير تفكيرات تقود الى هذه المسائل. وايضا قلنا يعني لما تجي اليوم تجي تامر طفلك تزجر طفلك، الطفل هذا راح يصبح عديم الشخصيه. صح. لانه انت اليوم تمارس المدير داخل البيت، تمارس المدير. واني يعني اتفو هؤلاء الاباء يعني اللي حقيقه اللي يشاهدونه عبر قناتنا الفضائيه الكريمه. نعم. بانه خلي يرجع هو في ذا لما كان طفل، كيف كان يشعر لما يجي واحد يجي يزجره او 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 يجي احنا بلهجتنا يقول يصيح عليه او يجي امره، كيف كان يشعر هذا الشخص؟ ارجع في ذاكرتك اكيد تتذكر انت في طفولتك وفي صباك وفي شبابك، كيف كنت تتحمل؟ نفس الامر اللي ادعو من حضراتكم الكرام بأنه نفس الأمر وعكسه على أبنائكم بكل بساطة، نفس الأمر اللي أنت تعيشه واللي أنت تعاني من عنده عكسه على ابنك، وشوف كيف تكون يعني لو أنت تكون يعني مكان ابنك شلون كنت ترد؟ فعلا. اتصل بأحد الأشخاص قال لي دكتور أنا دائما من أعصب أضرب أطفالي. طبعا سويت جلسة علاجية حقيقة لأنه كسر خاطري. زين. فانطيت وقت لانه يعني يضربهم يعني يوجع بهم. يقول حتى قبل فتره بانه ابني ضربته وما يعني من قد عصبيتي ضربته يعني تاذى يقولون حتى يعني حتى يعني تدرب يعني أوه. يعني تبوه اي من الضربه القويه. فجيت سويت يعني قلت خليك سيبي ثواب هذا رمضان. فجيت سويت جلسه بانه قلت له قبل لا تضربهم اخلق في صوره معينه، قبل لا تضربهم شو تشوف هذه الصوره؟ بانه تسوي لها ما طبعا انا اشتغلت وياه تقريبا ما يقارب الساعه انتهيت من الوقت حقيقه. سويت التمارين تاكدت من اللي اشتغلته بانه يشتغل بصوره صحيحه. اتصل بي قبل ثلاث ايام وقت قال لي دكتور ما اعرف شلون ادعي لك. قلت له خير. قال لي من ذي ذيك الجلسه اللي سويناها تبدلت عندي الصوره تماما. يعني قمت من اريد اعصب اي نعم انا اعصب بس من اجي اريد اضرب الاولاد تيجي قدام بذيك الصوره اللي انت سويت لي اياها فوقف. قلت الحمد لله رب العالمين. المهم اشتغل. فاللي اريد اقوله بانه الزجر ايضا والضرب الاولاد لا يودي بنتيجه. لا يوجد بالضبط نتيجه. نتيجه عكسيه بالضبط، نتيجه عكسيه تماما.
فعلا ما تحصل النتيجه لما انت تجي تضربهم وتفرض عليهم، تفرض عليهم انت بس مو هم. صح. فخلي هو يتحمل مسؤوليته، هو يختار، هو ولكن مساعدتك انت اشرح له، اشرح له الطبيعه، اوضح له. اي طبعا اشرح له. كثير من الامهات والاباء يقول ابني ما يدرس 24 ساعه على الايباد، لازم التليفون هذا هيك و24 ساعه على التليفون. لحظه عليك انت مثلا لما تيجي اليوم، قالت لي احدى السيدات قالت لي مثلا يجي وقت العشاء ابني ما يعني يقول خلي الايباد، يقول ما تعش. طيب شلون اتعامل وياه؟ شلون اتعامل وياه هذا؟ صح. تيجي انت تنطيه، مو تنطينا امر وزواجر، لا انطيه خيارات محدده. يعني شنو خيارات محدده؟ تيجي تقول لي لا، تيجي تتعشى هسه بعدين تلعب بالايباد، انطيك وقت محدد. لو تيجي لو انطيك 10 دقائق هسه تلعب بالايباد وبعدين نشيله وتروح تتعشى وتروح تنام. الطفل يجي يسمع بانه اكو عشاء واكو نوم وراها، انت اعطيته خيارات، الخيارات اللي انت تريدها. بالضبط. ليش؟ لانه المصلحه احنا نتكلم على امور هنا، يعني مساله الاختيار الطفل لا، يعني هنا اكو امور اساسيه، مساله الاكل، مساله الشرب، مساله النوم. يعني الطفل لا، لازم نحسسه بانه يعني لازم اكو خط يمشي عليه. نعم. فلما تجي له تعطينا خيارات الطفل، تعرف مسبقا شنو يختار، بدل ما اروح بدل ما اني بدل ما 10 دقائق بعدين اروح اتعشى وانام، لا خلي اروح 10 اكل زين وبعدين اقدر العب بالايباد نص ساعه او 40 دقيقه. صح. الطفل صار عنده اختيار، الطفل صار عنده اختيار، فبدل ما اجي اجبره ها لا انطي خيارات وهو اللي يختار. خيارات حتى يقدر نبني عنده الشخصيه، حتى نبني عنده الشخصيه. راح اسالكم سؤال زين دكتور. اسالكم سؤال حسن. اليوم بس خلينا نعطيك شغله بعدين اخليك زين. اليوم احنا عندنا في مجتمعاتنا لما تيجي تتكلم لو تقسم ل 100 يمين ما يصدق. صح صح. والله والله صح. صح. لا لا حتى لا لا. لو يحس صح. انا بعض مرات انا ما متعود على هذا النوع، شو صراحه يعني لما اقول كلام يقول لي والله، اقول انا صدقني لما اجي لا شرفا صحيح، أنا أسكت ما أجاوب حقيقة يعني أسكت. فعلا يقول لي شو سكتت؟ لما قلت له جاوبتك يعني مش غير جاوبتك، قلت لك والله صح. إيه يعني عندنا هذه البناء، بناء يعني بناء الشخصية. صح. هذا طبعا أنت لما تيجي تقول له يعني إيش قد بعد الأم والأب مشذبين عليه إذا لحد الحزن ما وصل. ماكو ثقة. فعلا شوف أنا دكتور أنت تطرقت لموضوع يمكن طرقت الفد موضوع أنه دائما الأب والأم أنه للطفل لا تكذب لا تكذب، هنا التناقض. وبالتالي ابسط مثال انه اذا دق التليفون الاب يقول لابنه او نق الباب اطلع قول لابويا مو هنا انا طالع، ماكو ما موجود. طيب هنا ليش التناقض؟ انه انت لا تكذب والاب دا يكذب قدام ابنه. التربيه الخاطئه، يعني انا اجي افكر بنفسي فقط. احنا مشكلتنا كل مشاكلنا، طبعا هذا الكلام اللي اقوله يعني حقيقه يحتاج له مو جلسه، يحتاج لجلسات فعلا عن الانا، ما هي الانا وكيف تبنى الانا، لانه تركيزنا كله على من؟ على اني. المهم اني، حتى الاولاد، حتى الاولاد من اجي اربيهم اني، كيف اشوف التربيه اني مو صح. الطفل الاخر. يعني انا مثلا ما ارد على التليفون بكل شجاعه، لو كانت ماري مثلا ماري اخذ التليفون اجاوب على التليفون، ما تريد عندك ما عندك مجال، تريد تنام تريد تاكل، بكل احترام. صح يا با انا اسف، ممكن تتصل بي في وقت اخر لانه كنت مشغول، ودائما انا اسويها. كثير من الناس تتصل مثلا اقول له اعتذر من جنابك، ارد عليه بكل شجاعه، ارد عليه اقول له انا اسف واعتذر من عندك، اذا ممكن تقدر تتصل بي في وقت اخر. كان حسنا كان عندك سؤال صحيح دكتور، اريد اسالك سؤال هو مهم واني اريد شخصيا استفاد من عنده يعني المستقبلا. شلون ممكن اذا طفلي قام بامر خاطئ أعاقبه بس بالمعقول، وإذا أيضا قام بعمل إيجابي شلون ممكن هنا ممكن أكافئ أيضا بدون ما أدلل كلش أو أطلع عينه؟ فمثل ما نقولها إحنا بالعراق، فحابة أعرف شلون ممكن الطريقتين أتعامل يا لكن ضمن المعقول وبالإنصاف. إحنا إذا نجي نطبق المكافأة عند الطفل بأنه كل ما يسوي نجي نكافئة، بنينا ثقافة الفساد بكل صراحة. زين. بنينا ثقافة الفساد بأنه أنا اليوم أنت يعني ما تنطيني فد شيء إلا يعني حتى من يكبر، يعني موظف فاسد، من شو فاسد؟
تربية خاطئة. اها صح. تنجح تسوي كذا اعطيك فد شيء، تسوي واجبك يعني احنا نسوي نسمي يعني العمل المشروط. تنجح اشتري لك سيارة. زين واذا ما نجحت مثلا ما اشتري لك سيارة. وين تاخذنا هذا من يكبر؟ لازم غير من باب انه حافز يكون الك. ما اقدر، ولكن مو بهالطريقة. انت تيجي تقول لابنك او لبنتك بابا انا اشتري لك الهدية سواء نجحتي او ما نجحتي. زين. لانه انت بنتي اتعاملك مع تعاملي وياك وفق مبدا الانسانيه مو وفق مبدا الشرط والجواب. حسناء يمكن جاي تفهموني الفكره اللي اريد اوصلها. بالضبط صح. بالضبط. الهديه غير مشروطه. الهديه غير مشروطه، الهديه تعبير عن حبك الانساني في كل الاحوال. تيجي من الحب اللا مشروط. نفس الحب اللي ماش الغير مشروط او اللا مشروط. يعني تجي الواحد تقول لابنك تقول له انا احبك انت اذا صرت عاقل في لهجتنا العراقيه. وانا ما احبك اذا تسوي وكاح. صح. عجيب. الطفل راح يصير عنده مبدا الشرط والجواب، راح يبدي يشتغل على مبدا الشرط والجواب. يا تنطيني كذا اسوي لك كذا. ما تنطيني كذا ما اسوي لك كذا. فعلا. انت لما تجي انت تتعاطى ويا ابنك وفق مبدا انت ابني وحبيبي انا احبك بكل الاحوال، ولكن يعني يجب ان نضع يعني اليه للعمل، اليه كيفيه الدراسه والتعامل وياه. في سلوك خاطئ قبل لا اجي اوبخ ابني، اجي افتهم من عنده يعني شو اللي قاده الى هذا السلوك حتى لو كان صغير. انطي صبر، لانه هذا الصبر اللي انت اللي تعطيه ابنك راح تحصده بالمستقبل. كن على يقين راح تحصده بالمستقبل. فاستمع من الطفل قبل لا اعاقبه، افتهم من عنده ليش، يعني ما هو الدافع اللي سوى اللي جعله يعني يسلك هذا السلوك. صح. ما هو دكتور السبب؟ ابحث دكتور اذا تسمح لي اكو نقطه هم يمكن جدا مهمه تربيه الاطفال، واعتقدها جدا اساسيه، اللي هي التمييز بين الاطفال. يعني بعض العوائل يميزون الذكور على الاناث، وبعض العوائل تميز الابن الاكبر على الصغير، وبعض يقول لك انه الطفل هو الصغير الوحيد اللي من حقه الدلال قعده البيت. بالضبط. ايش قد اكو اثار جانبيه على التمييز بين الاطفال داخل الاسره. موضوع مهم ونقطة مهمة جدا، بأنه احنا نميز أولادنا. يعني احنا أمهاتنا شو تسمي الابن البكر يعني ماكو. صح. الابن الكبير. الابن الكبير على سبيل المثال. فتحت عيننا هذا. أي فاللي أريد أقوله بأنه هذا التمييز يخلق أيضا ردة فعل سلبية وعكسية عند باقي الأبناء. طبعا. وأيضا عند الابن المدلل. راح يشعر بالتميز، راح تكبر عنده الأنا. الأنا اللي هي سبب مشاكلنا. الأنا تكبر عند الأنا، أنا الطفل المميز، أنا الطفل المدلل، أنا كذا، أنا اللي أريد هذه الأمور تمشي. لما يكبر هذا الطفل مستحيل تقدر تناقشه في أمر من الأمور، ما يقبل من عنده. ليش؟ لأنه كان كل ما يقوله صح. الطفل المدلل آسف الطفل المدلل كل كلمة يقولها لا أي تدل صحيح. الطفل المدلل يعني حتى بعضنا يعني احنا ليش بعض مرات بعض القاده يصير عندهم الغرور. ليش؟ لانه ماكو واحد يجي يقول للقائد يقول له انت غلط او انت خطأ. طبعا. فعلا. جنون العظمه، وهذا القائد بطبيعه الحال لما يصير عنده جنون العظمه ها يبدي يتصرف تصرفات يعني غير عقلانيه، تقود الى الدمار، تقود الى الحروب، تقود الى كثير من هذه المسائل. بالضبط. فحتى هذا الامر يعني هذه التربيه تنعكس حتى الانسان لما يكبر يتسلم يعني مناصب قياديه بطبيعه الحال. صح. حتى موضوع يعني حتى دكتور عذرا موضوع انه ها شوف انت مو ذكي، اخوك اذكى منك. صح. او فلان ابن عمك افضل منك بالدراسه، هذا فلان احسن من عندك، شوف وين صار وانت وين صرت. هذا تخلق يعني حتى لو كان الطفل عنده بعض المشاكل تخلق عدائيه اعتقد بيناتهم. طبعا. مو فقط العدائية، أنت تيجي تحكم على الطفل بأنه أنت غير مؤهل للدراسة، أنت غير ذكي. صح. يعني لما تيجي تقول لابنك أنت على سبيل المثال أنت غبي أنت غبي أنت غبي حشا من أقول فجر حشا كريم حشا شاهم. فلما أجي أنا اليوم أكرر هذه الكلمة على ابني غبي، راح تصير عنده معتقد
يعني راح يبدي يتصرف هذا الطفل على انه هو غبي، يصدق الموضوع يعني حتى مثلا المواد يفتهمها تصير عنده برمجه. صح، احنا نتكلم نتكلم على البرمجه. كل شيء عند الطفل لما تيجي بالتكرار تصير عنده برمجه عند الطفل. يعني شنو البرمجه؟ الطفل يبدي يتعامل مع الحياه على انه غبي، يبدي يتعامل مع الدراسه على انه غبي، يبدي يتعامل مع اقرانه على انه غبي. يعني ممكن يستخفون به، ممكن احنا بلهجة بين قوسين ينصبون عليه، ممكن يستغلوه. ليش؟ انا غبي، ليش انت غبي؟ والله انا كنت اسمع هذه الكلمه دائما. ايه ابويا ابويا كان يقول لي اياها. هاي فعلا انت غبي انت غبي انت غبي، فصارت عنده برمجه. صح. التمييز هذا موضوع كان قبل شوي الى سؤالك. الموضوع التمييز ايضا يعني اضافه الى انه الطفل المميز يشعر بالدلال، الاخرين يشعرون بانه هم يعني حقيقه لا يستحقون هذا الحب، لانه الحب يقتصر فقط على الابن المدلل، واما البقيه يحبونهم يعني بشكل اكبر. صحيح صحيح. البقيه او الابناء يبدون يحسون يقولون لا ليش مثلا هذا مفضل علي؟ تبدي تنخلق عند هذه العقده هذا او هذا الشاب حتى من يكبر. نعم. حتى في علاقات مع زوجته، حتى في لما تصير عنده اولاد. اساسا التربيه يجب ان تكون قدر الامكان قدر الامكان ان تكون مبنيه وفق الاسس الصحيحه. ليش؟ لانه ابنك في يوم من الايام الامور اللي انت ابنك اللي شافها عليك، اي انا دائما اكرر بانه انت مو مترك، انت تكون مثل اعلى. اكو فرق كبير جدا طبعا بين انه انت تربي وبين انت تكون مثل اعلى لاولادك. صح يقتدون فيه. وهذا هو ليش موضوع انا تطرقت له قبل شويه، بانه الطفل توسع مداركه. طيب توسع مدارك هذا الطفل، والطفل تخليه يشوف هو اللي يقرر سلوكيات الاب وسلوكيات الام. احسنت. لما اشوف عند الصوره جميله جدا، ما اتصور انت ما عندك شيء تربيه فعلا. اول مثلين انه بالحياه، واول قدوه انه بالحياه الام والاب. على هذا الاساس بانه دائما الاب يعني هو الام، اثنيناتهم هم الركائز الاساسيه والمثل الاعلى عن بقيه الابناء. طبعا فعلا. دكتور كريم الترابي، للاسف يعني لضيق الوقت احنا اكيد جدا استفادينا من كل التفاصيل المعلومات اللي ادليت بها، لكن للاسف هذا ما يسمح بوقت الفقره. شكرا لك وعلى كل التفاصيل كل الحب اللي طرحتها لنا. تحياتي كريم. لك. اشكركم جدا، شكرا جزيلا، و ربي يكرم رمضان عليكم ويتمم بالخير والصحه والجميع يا رب. عليكم وعلى عائلتك. اقول الله الله بالابناء وتربيتهم، وخير الناس من نفعنا. احسنت دكتور كريم، شكرا لك. وطبعا لضيق الوقت للاسف ما قدرنا نفتح اتصالات، لان هذا المحور كان به هوايه من المعلومات والتفاصيل المهمه اللي تطرقنا لها دكتور كريم الترابي. اذا مشاهدينا باقين مستمرين وياكم بفقراتنا الصباحيه، لكن بعد هذا الفاصل.